بونجور بيانفوني سور فوتر شان يوتيوب تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام اعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندير معكم فروض المراقبه المستمره المستوى السادس ابتدائي المرحله الثانيه الدوره الاولى. يعني راه كنت بديت معكم الفتره الثانيه ديال الفروض ودرت الفروض ديال النشاط العلمي، رجعوا شوفوهم راه كاين لي ليان في الديسكريبسيون. اليوم غادي نبدا السلسله ديال الفروض المراقبه المستمره بالنسبه للغه الفرنسيه المستوى السادس ابتدائي، وغادي نبداو بلا كومبريونسيون دو ليكري. مزيان، هنا عندنا واحد لو تيكست وعندنا لي كاستيون هنايا، واحد 5 كاستيون، 5 ديال الاسئله غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم انطلاقا من لو تيكست. دونك لو تيكست هو هذا، ريسبكتي لي زوتر كيسكو سولا في دير، يعني احترام الاخرين ماذا يعني. لو ريسبي دوتروي اي لان دي برومي برانسيب كو نو دوفون سويفر، الاحترام ديال الاخرين او الاحترام الاخر هما من المبادئ الأساسية اللي خصنا نديروهم في بالنا. semble-t-il pour que la vie en société soit possible، باش تكون يعني الحياة في الجماعة ممكنة. nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu'il est comme nous، كنحترموا الآخر حيت حنا عارفين بأنه بحالنا. nous le considérons comme un égal، كنعتبروه بحال واحد متساوي مع واحد، يعني متساوي معنا. Le respect d'autrui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. البداية ديال الاحترام ديال الآخر يعني كتبدأ بالقبول ديال المبدأ ديال المساواة أو التساوي ما بين الأفراد. Personne n'a le droit de se moquer de notre handicap، حتى واحد ما عنده الحق، صادق أنه السخرية من شي واحد مثلا معاق. De notre apparence physique، يعني انك تسخر من شي واحد في المظهر ديالو الخارجي. اي دو نوتر كولور دو بو، وكذلك انك تسخر منه حيت اللون ديالو، مثلا على حسب اللون ديال الجلد ديالو. تو لي سيتويان اون اوسي لو دووا دافوار لور اوبينيون، كل المواطنين عندهم الحق يعطيونا الراي ديالهم. صافي، داتر ايكوتي بار لي زوتر، انه الناس يسمعوهم، يعني الاخرين يسمعوهم. اتسيتيرا، اون بو نو با اتر داكور اي لو دير بيان سور، ممكن نكونوا ما متفقينش وممكن نقولوها. اون ني با نون بلو اوبليجي داتر امي افيك تو لو موند، حنا ماشي مجبرين اننا نكونوا اصدقاء مع الجميع. اي سي بيان نورمال، مي كون اون ميم بيرسون سي دو هارسيلومون اي سي انتردي بار لا لو، ولكن ما خصناش ناديو، زعما ما خصناش ناديو حتى شي واحد. صافي، دونك مي كون ميم بيرسون سي دو هارسيلومون اي سي انتردي بار لا لو، يعني هادشي محمي بالقانون. صافي سي بيان، دونك هذا هو لو تيكست ديالنا. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون بروبوزي سي. كيل اي لو تيتر دو سو تيكست، لا بروميير كيسيون، واش شنو هو عنوان النص. دونك لو هكا كنجاوبوا، لو تيتر دو سو تيكست اي، ونكتب لو تيتر اللي هو هذا، ريسبكتي اي ريسبكتي لي زوتر Qu'est-ce que cela ? Cela veut dire. D'accord ? Ça, c'est le titre. La deuxième question, que signifie respecter les autres ? Je n'ai qu'à dire respecter les autres. Donc, respecter les autres signifie, donc un que vous signifie, انكتبوا من لو تيكست لاكسبتاسيون، هاي لاكسبتاسيون دو برانسيب ديغاليتي، كتبوا لاكسبتاسيون لاكسبتاسيون دان برانسيب دان برانسيب ديغاليتي ديغاليتي اونتر لي انديفيدو اونتر لي انديفيدو ياك اونتر لي انديفيدو كو انكور بيرسون بيرسون n'a le droit de se moquer de notre handicap etc etc. Question 3 maintenant، pourquoi faut-il respecter l'autre؟ علاش ضروري خصنا نحترموا الاخر؟ باش دونك ضروري الاحترام الاخر. هاي semble-t-il pour que la vie en société soit possible، دونك pour que نكتبوا pour que pour que باش تكون الحياه في جماعه ممكنه. pour que la vie en société
en société, soit possible. D'accord? Soit possible. C'est très bien. La quatrième question, suivez avec moi. Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde? Ou est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde? Yani, non. Donc, non. On n'est pas. On n'est pas obligé non plus. Le texte. On n'est pas non plus obligé. Obligé d'être. D'être ami, avec tout le monde, avec tout le monde. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être amis avec tout le monde. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout le monde. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout le monde. Question 5 maintenant. Cite quelques comportements où les gens manquent le respect. La question c'est très simple. Nous allons dire, بعد السلوكات اللي فيها الناس كيكونوا ما كيحترموش يعني كيكونوا كيقللوا الاحترام من شي حد. Manque de respect. Donc, نديرو مثلا lorsque les gens ni كيكونوا الاشخاص او الناس s'insultent شنو شني زعما s'insultent c'est-à-dire يتبادلون الاهانه يعني كل واحد كيهين الاخر تما كيتفقد الاحترام من بعد lorsque les gens se moquent يعني كيسخروا من بعضياتهم aux autres, au niveau, yani, au niveau d'handicap, yani, soukhriya, hit nta mathalan mou'aq, ou bien de l'apparence physique, yani, madhar al-khariji, ou là, de la couleur, la couleur de peau, yani, اللون ديال الجلد ديالك دونك هنا ملي غتوصل بشي حد انه اما يتبادل الاهانه مع الاخر ولا انه يسخر منك حيت انت اونديكاب ولا لابارونس فيزيك ديالك ماشي هو هذاك ولا اللون ديال البشره ديالك مثلا كحال ولا ابيض ويسخر منك نو دونك سي سا الفرض ديالنا ديال اليوم اللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري بور لو تيكست سو لو تيتر دو ريسبكتي لي زوتر كيسكو سولا فو دير يعني ماذا يعني احترام الاخر آخرين. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفرض وكنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش نبقى ندير مجموعة من الفروض وكذلك الدروس اللي غادي تهمكم وغادي تهم جميع المستويات الابتدائية إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.